قصة أمنا مريم عليها السلام. كانت أم مريم قبل ما كانت تجيب صغار، كانت عاقر. طاش ما أنت عاقر ما تجيبش صغار ولا يا أخي. مرة شاهدت هي مشهد هكية أثر فيها برشا. المشهد هذا شنو كان؟ كانت فما عصفورة أم وعصفورة صغرونة في الشجرة فك العش كما تشوفوه في الشارع. جايك العصفورة تطير وحاطة في فمها لقمة باش تعطي لك العصفورة الصغرونة بنتها ولا ولدها. كانت تزقق في صغارها. وقت اللي شافتك المشهد هذاك أمنا مريم قلبها هكا وجعها وتمنيت تعيش اللحظة وتكون زادة هي أم. يا أخي دعات ربي هكا بكل جوارحها، قالت له يا ربي ما صاب ترزقني بطفل، وكان ترزقني يا ربي بطفل أنا راني نهزه البيت المقدس، نخليه لربي، نعطيه معناتها لربي ونخليه يخدم طول عمره في بيت المقدس لله. وهذه أصلا عادة عند المؤمنين وعند الأتقياء وعند الأحبار وعند الرهبان. سامحني قصي، يجيبوا أولاده يحطوا في بيت المقدس. أي صح، عادة هذه عندهم، معناتها يشكروا بها ربي، يدعيوا كيف ربي يعطيهم يعملوا اللي قالوا بالضبط. يعني يجيبوا بيت المقدس. بيت المقدس هي القدس توا. هي القدس وين فلسطين. هذيك هي. يا أخي ربي سبحانه استجاب لدعائها وحبلت أمنا مريم. وقت اللي هي حبلة ماشي في بالها باش تجيب طفل، وهنا صارت المتسحيت، جابت أمنا مريم. لهنا جابت هي بنية وسميتها مريم.